أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم محمد من القصب لها سؤالان، تقول في أولهما: ما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب؟ وهل هذا حديث وارد عنه عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، وإنما قال من نوقش الحساب عذب. هذا هو نص الحديث. نعم، فالحساب منه حساب يسير ومنه حساب مناقشة. الحساب اليسير لا يعذب صاحبه، سوف يحاسب، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما الحساب المناقشة فإنه قد يعذب صاحبه، من نوقش الحساب عذب. نعم.